خطورة سرطان القولون تكمن في أنه السرطان الأكثر شيوعاً بين الرجال في الكويت، وثاني أكثر سرطان شيوعاً بين النساء في الكويت. المشكلة في أن أعراضه قد لا تكون واضحة، أغلب الأوقات يكون بدون أعراض، لكن في بعض الأعراض التنبيهية مثل وجود النزيف الشرجي، مثل تغير في طبيعة أو عادات إخراج الفضلات وانتم بكرامة، أو أحياناً نزول الوزن غير المتعمد. هذه كلها علامات تنبيهية تستدعي الانتباه حق الموضوع هذا. شلون ممكن الوقاية منها، أو شلون ممكن استكشافها؟ عن طريق منظار القولون والاستكشاف المبكر. ننصح أي واحد سواء ذكر أو أنثى فوق سن 45 إنه يتجه إلى عمل المنظار الاستكشافي للقولون، حتى نشوف إذا في مثلاً لحميات صغيرة أو أورام في بدايتها يسهل التعامل معها وإزالتها، ودرهم وقاية خير من منظار علاج. أخوكم الدكتور فيصل الشرطي، استشاري الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي والمناطير، مستشفى المواساة الجديد. مستشفى المواساة الجديد، نرعى الأجيال.